أهلا وسهلا بكم في قراءة سريانية القرآن مع أبونا دانيال شامعون، صاحب كتاب اللغة القواعد الأشورية المعاصرة. اكتبوا لنا، نبعث لكم رابط الكتب وحلقاته. شارككم الآن الصفحة، هذا الكتاب يمكن أن تشتروه أو أن تحملوه مجانا، رابط كتبي تحت الشريط. سورة الأحزاب، عدد آياتها 73، وهي سورة هجرية، رقمها بالتسلسل العادي 33، التسلسل التاريخي 90. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. طيب، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كما كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. شفت عملتها كلها أحمر ليش؟ لكن ما مشكلة. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، هذا يسموه الظهار عندهم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أدعياءكم يعني أبونا هم الأطفال اللي يتبنوهم. فهذه الآية والآية اللي بعدها هي اللي حذفت التبني في الإسلام. هذه هي سبب المصائب الكبرى، لأنه في آلاف من الأطفال ينتظرون من يتبناه وما يقدرون، مصيبة كبرى. وهذه في قصة زيد وزينب. أيوة. يعني هي مغامرة جنسية لمحمد، وقعتنا في مصائب الله. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب أو لا في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وعد للكافرين عذابا أليما. ألا موضوع آخر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. طيب، هذا أيها الذين آمنوا، ترى عدنا ها قبل القرآن هذه العبارة، عدنا نحن قبل قراءة الإنجيل بالقداس. أيوة. هي هاي يا أيها الذين آمنوا، سميها أودم هيمنين يا أيها الذين آمنوا، تبدأ هناك في ترتيلة، هي مقدمة ومدخل لقراءة الإنجيل. أيوة. نرتلها بجوقتين، تبدأ دائما يا أيها الذين آمنوا. ها. أيوة. هي صلاة. أيوة. العاشورية قبل قراءة الإنجيل في القداس. العاشورين قبل قراءة الإنجيل. حلو جدا، ما كنت أعرف. أبدأ دائما يا أيها الذين أودم هيمنين. طب أعطيني اللي أودم. أودم هيم بعدين او بوحدها يعني يا او هي أيوة. يا ايوه
دم هيمنين. دم هي كلمة هيمنين. هيمنين يا هيمنين. هي هذا يعني. دم هيمنين. هيمنين. دم دا فتحة. أيوة. دا الفتحة ميم سكون. أيوة هاي حلوة هاي حلوة. فتحة. أيوة. من زمان إذا أقول لك هي ما دا يصير مجال دائما ما نجي عليها. أي. هيمين. أي سكون. وأيضا ميم سكون. أيوة. لا كمان ميم سكون. كمان ميم سكون دام هيم 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 هين. نون كسر. و او هي تكتبها او يعني يا. كيف تكتب؟ أليف او يا. او لا مو او او الف واو. ايوه الف او وخلي على الهمزه واو ايضا. او ايه هكذا الف فوق واو همزه وضمه يعني. اي فهمت. ايوه أوه. أيوة حتى لا واحد يقرأ أو دم هي من دال. هذه الدال تعني الذين. دال دال دم نفسها هيمن. هذه هاي ذات ربط نسميها بمعنى الذي. يا أيها الذين. حلو جدا حلو جدا لأنه أبونا هذه العبارة بيعتمدوا عليها مشان يفرقوا بين الآيات المكية والمدنية. فهمت علي؟ يعني هناك آيات قليلة جدا تبدأ يا أيها الذين آمنوا في الم في الم في مدني في المكي. هاي كلها مدني. لأنه صار يفرق بين المؤمنين وغير المؤمنين. نعم. هنا انكسفت الأمر. شفت علي؟ صحيح حلوة الملاحظة بتاعتك ما أنا ما كنت أعرفها. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعلمون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلى المؤمنون ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. طيب هلا بداية. وإذ يقول المنافقون الذين في قلوب مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة أن يريدون إلا فرارة. هنا مدينة يثرب هو ما بيقرأها يثرب. هو اللي عندهم ثروة. ثروة عندهم ثروة الغني ومنها الثروة يثرب. هو ربما هو استعمل الوسيلة الخامسة الطريقة الخامسة ما بعرف. هل الغنى يعني يثرب بالسرياني؟ يثرب أقول لك أدخل أشوف لك لأنه يمكن هو على زيادة يزيد يعني يتر يزيد يتر يتر لكن يث يثرب يثرب إذا يكون ثروة هي يرتانا ميراث يرتانا يرث يرتانا لا هذه كي ثروة ميراث أما يرث هل الكلمة الغنى هل يثرب الغنى لا هي عثرة غنى عثرة بجوز هذا يثرب عثرة الياء والعين يثرة
بس هو أهل مكان، هذا المكان كيقول يا أهل لا يثرب ما هو لا مقام ينكر. مقام لكم، لا ارجو. وإذ قال طالب يا أهل يثرب لا مقام لكم، ارجو لا مقام يعني لا مكان يعني. أي لا عهد، هذا يقول لا مقام يعني كيما سيري أي عهد سرياني، هل كيما هي معناها عهد قيامة قيامة عهد قيامة قيامة، هم يسموها قيومة بالغربي شوي يفتروها، بس قيامة ايوه قيامة هو عهد، مثل ما قلت لك ايوه حتى الرهبات كانوا يسموهم بنات قيامة، بنات عهد ايوه 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 قيامة. قيامه قيامه سرياني اي عهد، أيوة لا عهد لكم فارجعوا للوعد، هو يقول يعني نضيف ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا يعني عشائرنا عوره عوره اي عوز اي بحاجه، ومش عوره وفهمت كله عوزه تغير كله كل، تغير. وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا، كل تغير المعنى. لا ما تمشي، ايه طيب وخليها على نفس شنو هاي. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، رجعوا إلى يثرب، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، ما نقدر نزي يعني بيوتنا خربانة يمكن، أو ايوه عوره هي تفهم عوره ابونا عندهم، عوره خلل يخشى دخول العدو منها ذات عوره، اي بهذا المعنى. ايوه وما هي بعوره. اهل يثرب هم هذا شو اسمه قوم شعيب غير؟ لا يثرب المدينه اللي راح، هي المدينه يثرب نفسها هي صح، المدينه. المدينه كان اسمها يثرب. نعم نعم نعم، ايوه هذيك غير شيء. نعم يثرب ايوه. أبونا شوف برزعي هذا واحد كاتب يهودي يقول إن يثرب هي تحريف لاسم عطاروت التي جاءت في سفر العدد والتي رفض سبط جاد ورابين مقاتلتها واستعملها القرآن هنا مجازا كمثال. عطاروت صدق محيرة هذه ها. اي شفت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني أهل الثروة يا أغنياء لا عهد لكم فارجعوا للوعد. كل كلبها والعورة هو فيما عوزة، صح لازم يفهمها يعني شنو هي هذه، شنو هم شي شلون يفسروها، شنو الكونتكست. التفسير سهل، التفسير تاعهم سهل، مو مشكلة التفسير اللي انت تعرفه وانا اعرفه كل الناس يعرفوه، هو المشكلة انه هنا إذا أنا أعطيك التفسير تاعهم ما عندي مشكلة، أعطيك أخو سيدي هنا 33 شوفوا. طب منيح أنت سألت إحنا نسأل وأنا أجيب. أيوة 13 المنتخب، جيب لك المنتخب يا سيدي المنتخب. ايوه 13 شوف لك 13 يقولوا واذكر حين قال طائفه من المنافقين وضعاف الزعيم يا اهل المدينه لا وجه لبقائكم هنا في معركه خاسره فارجعوا الى منازلكم، ويستاذن فريق منهم الرسول في الرجوع الى المدينه ويقولون ان بيوتنا غير محصنه ولا بد لنا من الرجوع لحراستها
وما كانت بيوتهم معرضة كما يقولون، وما يريدون إلا الفرار من المعركة بهذا العذر الكاذب. من المعركة يعني. أيوة فيها معركة. هذه في معركة هم كانوا. أيوة. كلام كل الآية أبونا. أنت شو شعورك؟ يا أهل الثروة لا عهد لكم فارجعوا للوعد. يستأذن فريق منهم أن يقولون إن بيوتنا عشائرنا. عوزة عشائرنا عوزة أي بحاجة، وما هي بحاجة؟ بحاجة إلى فرار. إيش هل عورها ما لا تعني حاجة بالسرياني؟ لا لا تعني، لا عوزة عوزة، بس هو لا يكرهها عوزة. تعرف أبونا المبدأ اللي يقول خالف خالف تعرف. أيوة لا. غريب، لازم يكون هناك غريب جدا يعني. الله لا يحير عبده. أيوة تعالى. أبونا نترك هاي الآية كما هي. إحنا بنعطي رأيه بالهامش، أنا أضيف رأيه خلاص. نعم. ما عندي شيء. بجوز هو عنده معلومات أكثر مني. أكيد. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هل كلها آيات صعبة؟ هل كلها آيات صعبة؟ دخلت أقطار هي جمع قطر يعني نواحي، قطار نواحيها. ولو ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. طيب شوف هنا يكمل، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. لذلك ربما هو رجع على هذه الكلمة، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. متاعنا يعني لا تعطونا مدة إلا قصيرة من متاح. أيوة لا تمهلون إلا تمتعون. هنا تمهلون رأيك؟ أيوة تمهلون يعني تترك مجال زمني يعني. بس مهلة. طب عليك تفهم هيك أبونا. أيوة لا تمتع. إذا كانت يعني متاح، إذا كان متاح. هذا بس ورائي. إذا لا هي متعة من المتعة العربية هي غش. أيوة ما هي عربي، هي عربي مصر يعني. فإذا تمتعون يعني ما تتونسون إلا قليل. تستمر. أنا بقول إذا اعتبرت سريانية من فعل متحة فتعني هكذا وخلاص. أيوة. لكن الكفر ليس بكافر كما يقول. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم. قد هاي مشكلة. قد تذكر احنا ذكرنا. نعم. والقائلين اخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. يعلم الله
هو فهم أبونا مش هلما سلام علينا، هلما إلينا سلام علينا، يعني يعتبر هذه ها كسمكة السريانية. معقول هيك؟ إذا هو هيك يريد يفسرها يعني ممكن واحد بس يعمل، بس هل هذه بالسرياني هي طرف الصين؟ تشبه الصين السريانية. أيوة فهمت، هلا فهمت شو المعنى، فهمت شو يقول. طيب كمل. أشحة عليكم، شحة معروفة. أيوة عليكم إيه فايدة؟ لهيك أبونا هذاك فسرها بالغنى يثرب. ليش؟ لأنه هنا بخلة، هذولا كانوا بخلة. أشحة عليكم، بخلة أشحة يعني بخلة. أيوة أشحة، شحيح بخيل. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يخشى عليه من الموت، يخشى عليه من الموت. فإذا يا وصف، وصف شو غير وصف غريب. وصف تشوف عليهم يدوروا هيك يو الخوف يعني يخشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة بألسنة حداد، ألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. سلقوكم، أنا ممكن أقرأ سلخوكم ممكن يا سلام هنا سلام لا صعب بالخاية تسويها سلخوكم. أشيح عقلت شو معناها؟ بخيل، يعني هذه أليف مو هي للاستفهام. هل شحة عليكم؟ أشحة، نوع أشحة يعني جمع، جمع شحيح أشحة. جمع قليل، قليل عليكم جمع. لا بخلاء، بخلاء على الخير، بالخير أشحة على الخير. شحيح يعني بخيل مو قليل. لا بخيل يعني نقول شحيح، شيء شحيح يعني قليل. أوكي هذا أيضا كذلك، بس شحيح عامة تفهم أيوة. معنى بخيل شحة على ممكن، ممكن ليش كانه سؤال أشحة عليكم. لا 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 مو سؤال، أكيد هي صيغة الجمع أبونا. يعني بخل عليكم على الخير. أيوة بخلاء بعمل الخير، يعني هو العبارة صحيح مشكلة. أشحة على الخير يعني كيف أشحة على الخير؟ أشحة على عمل الخير يعني يقول ولكن لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. نكمل الله بعينهم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قتلوا إلا قليلا. هنا أبونا بادون في الأعراب يعني تحولوا إلى بذو. شفت علي؟ بادون في الأعراب يعني راحلون، صاروا رحل، يهربوا، يهربوا بالصحراء. فهم علي؟ بادون في الأعراب كائنون في البادية. والبذو بكلمة البدو. نعم بدو. بدو. بادون وإنهم
بادونا، شوف هنا بادونا، شو قراءات مختلفة عليها يا أبونا. وين هاي بادون؟ بادون 25 بدون، شوف قراءات بدون. بد يا بدون، بد بدون وان على كل واضح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. النحب احنا قرأنا استمع شفناها كلمة نحب، مش ايه غير شكل هذه كان تفسر. ايوه شوف لك الكلمة فعلا، هاي كلمة يظهر عليها صاحبة مشاكل، صاحبة مشاكل. أنا حشفرت إياه شو تقول. قضى نحبه يعني مات. هذا ما هيك بس أنا وين سمعت يا تفسير آخر؟ شوف هنا النحب النذر المحكوم بوجوبه. قضى فلان نحبه أي أوفى بنذره. يعني بس هنا يعني إيه ويعبر ويعبر بذلك عمن مات، كقوله قضى أجله وفات وزهقت نفسه. طيب أوكي. هنا يقول وفى بعهده فقاتل حتى استشهد أو وفى بنذره، إلى المعنيين. أوكي. النحب هو فهمت بالنذر. هل أبونا بالسرياني نحب تعني نذر؟ شوف الله يا الله. لا لا أوكي. لنقول نشرب على لخبك بس هيك. هذا غير معنى، بس هذا المعنى. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وقف الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. أيوة، الذين ظاهروهم يعني ساعدوهم أو قاتلوهم، فهمت بقاتلوهم. أيوة. صياصيهم فهمت سريانيا تعني خيولهم، سوسيا بس سين لازم هي. أيوة. يعني سين هي سوسيا يعني. أيوة. حصان خلوا لهم، بس هم يفهم أبونا سياسيهم بمعنى أحصنتهم، مش يعني بالحصن مش بالحصان. أيوة سوسي سوس مش الحصان، الحصن يعني ما تاعهم البناء الحصين.
أيوة حصون. حصون. لا بس أصبت هي حصان. وأنزل أنزل من أنزلهم عن حصونهم يعني ترجلوا. أيوة. فلذلك قال أنه سوسيا سوسياني سوسياهم سوسيهون من سوسيهون سأصيه من أهل الكتاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم. السياسي هنا أبونا فهمت إذا هي كلمة فريدة حسب علمي، يعني مرة واحدة تستعمل، يعني ما عندنا وسائل نعرف معناها لأنه ما عندنا آية أخرى تساعدنا فيها. سياسيهم هنا سياسيهم أبونا شوف كتبت حصونهم ومعاقلهم وقصورهم. وأصل السياسي قرون البقر لأنها تمتنع بها كالقصور التي بها يمتنع بها أصحابها. هل سياسي تعني أيضا قرون بقر؟ لا، يعني هسه أنزل الذين ظهروا من الكتاب، يعني الذين آمنوا أنزلوا أهل الكتاب. أيوة سياسيهم. يعني الذين قاتلوا أهل الكتاب أو الذين قاتلوا من أهل الكتاب الذين قاتلوا. أيوة هيك كيف ماذا أفهم أنا؟ وأنزل الذين ظاهروهم يعني كان في عداء وفي أهل الكتاب ساعدوهم. فهم علي؟ الذين ظاهروهم. أيوة من سياسيهم من معاقلهم. بس فعلا وأنزل من سياسيهم يكون أفضل من خيولهم. إيه شوف يمكن هذا يشير إلى مساعدة المسيحيين اللي كانوا في الإمبراطورية الفارسية للجيش العربي الإسلامي، مع مساعدتهم في فتح الحصون يعني فتح أبواب المدن أمام الجيش الإسلامي. لأنه نحن عندنا وثيقة على أساس محمد مع كم 30 واحد موقع عليها، أنا عندي نسخة منها. على أساس كان بعض لبطريركنا بطريرك المشرق أنه قال إن إذا أنتوا ما أعرف شلون صارت مكاتبة أو هاي أو اتصال، فأنه عاهد قال إذا أنتوا تساعدون الجيش هذه الإسلامي نحن مثلكم نؤمن بإله واحد، والفرس طبعا كانوا يعبدون النار، فنحن نعبد الله خالق السماء ونعرف عيسى وموسى وفلان. فعلى أساس المسيحيين في الإمبراطورية الفارسية وكانوا ثلث الجيش كان مسيحي الفارسي، كان إذا ساعدتمونا فتحتم أبواب المدن أمامنا وهذه وآويتم جنودنا وأخفيتموهم، هاي وثيقة طويلة، فنحن لما نجي راح نعطيكم حرية وحرية كل شيء وهذه منها هيك، وتعبدون الله بكل حرية مثل ما نحن نعبد أيضا. فظهر لا يكون هذه يشير إلى هالشيء. يجوز على كل أنا اللي يهمني هو سياسيهم. أيوة. بس إذا أنت تقول لي إنه سياسيهم يعني سريان خيولهم هو أزبط، لأنه أنزل من خيولهم. يعني لأنه كانوا يقاتلوا على الخيل مش هيك؟ إيه وقذف في قلوبهم رعبا. فريقا تقتلون بعد ما نزلوا من الخيل. في منهم أسروهم في منهم قتلوهم. هذه طبعا ترهم حتى لو السياسي معناه حصون يعني. أيوة. قلاع. أيوة أيوة. يعني ترهم مع الاثنين. النتيجة هذه والوصف. ممكن. هي مع الاثنين إذا سواء كانت خيول أو كانت حصون. أيوة. أعرف.
وربما أبونا كلمة حصان وحصن وقلعة هي نفس الكلمة، حصن يتحصن بالحصان. صح صح، مش هيك؟ لهذا قالوا حصن حصان حصان. أيوة ربما بهذا المعنى، خيل وحصان مرادف. أيوة، لا حصان وحصن مترادفة. نعم نعم، وحصان وحصن أيضا. أيوة حصان وحصن. طيب أنا هكتبها هنا، ربما هي حصن قريبات، لأنه كلهم بتحصنوا فيهم قريبات، لأنه دائما أقول من وين أجي كلمة حصان، فهم علي؟ حصان قريبات. طيب حصان طيب. الذي يحصن يحصن، أيوة يحصن. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على تطؤوها، يعني تسيروا عليها بالخيل بهذا المعنى، فهمت؟ تطؤوها، أيوة، وكان الله على كل شيء قدير، يعني فتحوا الأبواب. ممكن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، المتاع الضروري للعيش يعني، أيوة، وأسرحكن سراحا جميلة. إذا عايزين تطلق طلقن. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخر فإن الله عدل المحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، كيف يعني مبينة؟ طيب يضاعف العذاب، ظاهرة تظهر للناس يعني. مبينة لازم يكون بائنة مش مبينة، بائنة مش مبينة، مبين أو مبين يعني مثبتة على خطأها، مبينة يعني مبينة. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله، يقنط هنا فهمت أبونا، يقنط يخضع لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا. أعددنا العتاد. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن، قر يعني خليكم في بيوتكم، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الجاهلية هو قال جاهلات سريانيا، مش الجاهلية العصور قبل الإسلام، الجاهلات الأولى يعني الجاهلية الأولى هنا يفهمها الآثمة، عولة الجاهلية الآثمة، فهمت علي كيف؟ غير كل المعنى، كله غيره. وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. شفت القائمة طويلة عريضة. طيب، وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. هنا
الخيرة هو فهم بالحكم هنا، اختار يعني حكم. خيرة يخير يعني يختار. لا هنا يقول الحكم. آه ما هو اختار، هو بده يحكم عقل. بده يحكم شو؟ قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة، ما لهم خيرة من أمرهم. اختار وحكم نفس الشيء من أمرهم. معروف الخيرة. ما لا، هل إحنا بحاجة للباقي؟ واضح. أمرهم، ومن يعص الله ورسوله قد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، هذا زيد وزينب، هاي قصة زيد وزينب. هل إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى يعني أمضى المدة، قضى زيد هو قال لها يوسف. ليه زيد هو يوسف؟ هل زيد يعني يوسف بالسرياني؟ هو ده يترجمها للسرياني، زيد يعني سرياني، يوسف يعني زيد بالعربي، يزيد يعني أوسب زيد. تعرف شلون؟ هي الفعل يعني الفعل يزيد، زاد يزيد، هو سب أوسب. هلا يوسف كيف تقولها بالسرياني؟ يوسف أو يوسف. وماذا يعني؟ يوسف يعني يزيد. يزيد مثل يزيد يعني يزيد يعني زيادة. زيادة إيه. أيوة. فلما قضى زيد منها بعيد عنها، وقال زيد قضى المدة منها بعيدا عنها وطرا، أي مدة من الزمن، ومنها طارة وطورا، أي العدة باططة. غير المعنى، شفت كيف غيره؟ انتبهت كيف؟ هو لما قضى يعني أمضى المدة العدة، وطرا طورا أي مدة من الزمن، ومنها طارة وطورا أي العدة بعد طلاق المرأة. فهمت علي؟ غير المعنى تماما. هي وطر هون يعني زمان غير؟ لا، وطرا يعني بعد ما عمل علاقة معها. أيوة، قضى زيد منها وطرا مش زمنا. مدة مش زمنا. لا 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 تفهم بمعنى زمن أبونا. أنا يعني علاقة جنسية وطرا، أنا نص وطرا نال بغيته، نال بغيته منها. أيوة أوكي. هو فهم غير شيء. بعد ما قضى زيدا العدة، أي مدة من الزمن طار عدة بعد الطلاق المرة، يعني ما بعد ما خلص العدة تاعت الزواج، زوجناكم إياها، زوجناكها. فهمت علي كيف؟ غير المعنى. لا، فما كان يقول فلما قضى زيد منها، كان يقول ولما قضت زينب وطرا، يعني مدة زيد. لا لو كان هيك ما كان لازم يقول زيد. لا شوف لما، لأنه الرجل يجب أن يقضي مدة لا يقترب من زواجها منها. بعد ما يطلقها طبعا. أيوة ما هو بعد ما يطلقها المرة لازم تبقى العدة مالتها تخلص، بعدين تتزوج غيره. أيوة هذا هو اللي يقوله هو. بس هو هون يعني ما ترهم مع الآية، مع النص هذا. قضى زيد منها. أيوة قضت هي. هو هنا يفهم منها يعني بعيدا عنها. أه
يقول ابعد مني. ممكن تقول ابعد عني او ابعد مني. هاي هم طبعا يعرفون احسن، المفسرين يعرفوا احسن، هم عارفين، بس هو غير كل شيء. هم خبيرين في هالامور هاي. هو غير كل شيء. هو لا مسكين ما خبير في هالامور هاي. هذاك اخبر منه. أهل مكة وش يقولون؟ أدرى بشعابها. أدرى بشعابها أكو بالضبط. هذا شو اسمه إيليا منصور كان يقول إنه الحياة مراحل، فاهم علي؟ المرحلة الأكل هو الأكل والنوم. كان يقول إيه هذا إيليا صاحبنا هذا. فقولوا لي كيف هو فسر فهم علي الحوريات بالعنب الأبيض؟ قلت له يفضل العنب الأبيض على الحوريات مع عمره. هو أكيد أكيد أكيد. شو يقعد يغلب بيهن؟ كان عندي صديق سوري يقول والده كان يغني ربي لا تخلي بال حد هادي، وهادي البال ابعث له برا. فهمت؟ خلي هادي البال اعملوا ايش؟ هادي البال ابعث له برا. اي 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 هذا ما اعطيك لك ملامه. ما اعرفوش دعاء هذا. ربي لا تخلي بال حد هادي وهادي البال ابعث له برا. برا مالك حتى لا يهدى. اي اي بعث له برا. فهنا فهمت كيف هو كيف غير الأمر كل الفهم. بس أنا حذكرها ليش لا؟ هذا تفسير غريب عجيب بس هو يفهمه. أيوة. طيب حتى إله مقال أبونا بينكر فيه إنه في تعدد الزوجات بالقرآن. إلي عنده مقال ما قرأته بس أنا لشرته بدي أعود أقرأ. يعني مثلا ثلاثة أرباعا ما نعرف شو وما ملكت أيمانكم من الجواري وما ملكت. أنا عارف شو كيف عملها، ما بعرف كيف دبرها. شو دبرها أنا أعرف. هذا كل الشاطر بتدبير في التدبير وبالترهيم ترهيمات. احنا نسميها تخريجات ابونا. تخريجات يخرجوا. سو تهريمات ترهيمات. ايوه هيك هم سموها. ايه هاي على كل. انا امبارح عملت لهم حلقه تخوف ابونا. تخوف امبارح. هذا خطا وكان يجب ان يقول هكذا، وهذا خطا يجب ان يقول هكذا، وهذا خطا. أبعث لك الرابط. يعني خطير. حلو. جنوا هذا. حتى واحد منهم كان يدرس الشريعة الإسلامية قال لي بعد ما أسمعك يعني إحنا كنا نقرأ كله غلط. قال لي طيب أي منهم أي مشكلتهم مسكين تعمل إيه؟ حنقرأ حنعمل إيه؟ حنعمل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هم يعني اللي كانوا اعتبروهم أبنائهم. هاي جت قبل. صح. ادعى إنه ابنه أدعيائهم أو يدعوهم أبنائهم، مش هيك؟ إذا قضوا منهن وطرا نفس إذا قضوا. وكان أمر الله مفعولا. طيب منيح نكمل. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. تلك أمة خلت، مش هيك؟ ليس على النبي ما كان على النبي من حرج. ليس على النبي من حرج، واضح العربي. وكان أمر الله قدرا مقدورا. طيب ذين خلوا جلوا
أبلغ أو أظهر بمعنى البلاغ للوحي. شوف فهم كل شيء قلت شيء كله عكس. في الذين خلوا من قبل يعني الذين جلوا من قبل يعني الذين أوحوا من قبل. فهمت أبونا كيف؟ فهمت؟ فهمت شو قال؟ شوف هنا إقرأ سنة الله الله له سنة الله في الذي خلقه جلوا أبلغوا سريا أو أظهروا بمعنى البلاغ مرادف للوحي أي علم أوضح شيء لم يكن معروف من قبله كان أمر الله قدرا كرر سريانيا وقطع قدر الحكم قطعه. طيب هاي منيح هنا يقول هنا يقول هو يعني ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا يعني وضحوا جلوا أوضحوا من قبله. فرض فرس ومنها فرصة وصرف مقلوبة سرياني فرش أنعم فرشانة أقطع التقدمة قربان. هذا أنسك منه بس هاي المشكلة هنا الذين خلوا هنا جلوا من قبل. دائما جلوا يقرأ هيك هو هيك دائما يقرأ هيك أي طيب بلاش عليها. طيب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. لأنه لهيك ربما هو لهيك يعتبر جلو. فهمت علي؟ وصلتك الفكرة؟ لا ارجع اشوف ارجع نشوف الله في الذين جلو كراته من قبل يعني الذين جلو يعني الذين يعني أوحي لهم يعني وضحوا من قبل. والآية اللي بعد شو تقول الذين يبلغون رسالة الله يعني جلو يعني هؤلاء الذين خلوا كانوا يبلغون رسالة الله. لا هم الذين جلوا يبلغون هو يعني مرادف لكلمة جلة ولو حتى يعني سنة الذين خلوا يعني رسول والذين قبلهم يبلغون رسالات الله ويخشونه. بس هنا ما هو صحيح بس هو يقول هذاك يعني الذين يبلغون من قبل. على كل احنا الذي يقولها ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم خاتم النبيين وكان الله كل شيء عليما. ما كان محمد هذا كل نص متأخر والدليل أن اسم محمد وجد فقط في السيرة النبوية أبا أحد أي زيد لما يكبر الولد متبني يعود إلى أصله ولا حاجة للاهتمام به. أبا ياي كلها من أجل هاي خاتم النبي أبا أحد من رجالكم أيوة ما دليل أن محمد كان يهتم بالأيتام يعني هو يعني هذه جابها كأنه كبرهان وإثبات أنه هو ما عنده ابن زيد مو ابنه أيوة لأن الله عنده يشهد الله يشهد له يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلة هو الذي يصلي عليكم وملائكة. شوف الله يصلي على الناس هنا يعني يبارك يعني ايوه ايوه هاي صارت الساعة 7:11 ابونا اوكي يصلي عليه نحن الى هالسنة يعني عملنا صلي علي ابونا ما نصلي على الناس صلي عليه أيوة. صلي فوق راسه يعني هو الذي يصلي عليكم ايوه 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 صلي عليكم يعني يباركهم يعني ويدعو لهم يصلي يعني يدعو
يدعو عليكم بس عليكم عليكم هي يصلي عليكم أبونا أنا تقول يدعو عليكم يحسبهم هذا عكس إيه لا يدعو لكم لا عليكم بس أيوة. يصلي عليكم يصلي عليكم يصلي يقول يبارك عليكم مع يبارككم أيوة بالضبط يبارككم هو هذا يبارك عليكم يبارك يبارك يبارككم. طيب. صلى وعلاه ونحن كثير في تجي هذه بالطقس. صلى وعلاه صلي صلي إسلامه صلى وعلاه. يعني صلوا شو؟ صلوا عليه. يعني بأي معنى صلوا عليه؟ يعني اطلبوا له الخير ادعوا له بالخير. صلوا إله مش عليه إيه صلى وعليه هون صلى وعليه صلى وعليه حتى القاس قبل ما يبدأ الجزء الرئيسي من القداس عندنا أيوة. يفتر للناس يقول بارك مار حي صلى وعلي يعني بارك يا رب أخوتي صلوا علي أخوة منيح هذا أخوتي طلع صلوا علي أي ادعوا لي ادعوا لي يعني ادعوا لي حلو جدا هاي حلوة جدا إخوتي ادعوا لي إخوتي صلوا علي في بداية القداس في نصف القداس وسط قبل ما يبدأ لأن القداس عندنا ثلاث مراحل ثلاث أقسام ادعوا بداية القسم الثاني اللي هو قسم التقديس وطلب الروح القدس وما أعرف إيش في 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 قلب القداس في وسط القداس وسط القداس حلو هاي اللي ما كنت اعرف انه هيك بتعملوا انتم لا عندنا هاي موجوده وانا شو بدريني بيكم صح حقيقه في كثير امور هيك يعني واحد ما يريد يذكرها لكن لا مهمه هي لها معلوم مهمه جدا انا هاي حذكرها كل حتى شلامة عم خون شلامة سلام معكم أو سلام لكم سلام أيوة. عليكم بالقداس مرتين ثلاثة يقولها القداس أيوة أيوة. تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما طيب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هو كم آية هذه السورة إحنا لازم نتوقف هي 73 73 طيب أنا عندي كمان آيتين أتوقف عند هاي الشغلة عند الحاجز هذا طيب هنا يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله هاي منسوخة الآية يا أبونا وكفى بالله وكيلا نحن نوقف هنا إلى عند الآية 48 أيوة وهي الأحزاب حلو جدا أبونا أنا شاكر فضلك هاي قدمنا كثير اليوم حلوة وجهينا يعني أنا حتى المشاركة وجدنا أمور جديدة تعلمت أنا منك كثير اكتبوا لنا ملاحظاتكم يا ناس يا مشاهدين اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادرة أبونا بتمنى لك ليلة سعيدة شكرا أنا أشكرك تعلمت منك كثير أيضا ومنى لك ليلة سعيدة مرسي رمشة بريخة أبونا رمشة بريخة أسلام أبونا السلام